وترجمان القرآن وفهم الأمور بهذه الصفة من أسباب عودة الأمة إلى سابق عهدها من الوفاق لمن أراد الإصلاح حقا. أما دعاوى التقريب الكاذبة من غير الاعتصام بالكتاب والسنة ومن غير نزع أسباب الخلاف، إنما ألقاك وأبتسم في وجهك مصانعة لك، هذا لا ينفع شيئا، وقد جرب في كثير من النواحي وآل الأمر إلى الاقتتال كما حصل في أفغانستان وفي سوريا وفي لبنان من قبل، والدولة السعودية هي التي أطفأت نار الاقتتال الطائفي في لبنان بعد عقدين من الزمان، وهذا دال على أن الدولة السعودية دولة تريد الخير للجميع، دولة تدعم الخير في كل مكان. عندما نتكلم عن الإسلام السياسي نعني بذلك حركات تأسس كيانها في مخاض الانقلابات كجماعة الإخوان المسلمين، فإنها تأسست مع ثورة ضباط الأحرار، ثم حصل بعد ذلك أن هذه الجماعة تعتقد أنه لا جماعة إلا هي، وأنها ترفض الولاء لكل الحكومات ومن جملتها الدولة السعودية. ثم ما إن ظهر تمكن هذه الجماعة من الحكم في مصر حتى أظهرت مكنونها فيما تعتقده، مع أنه مدون في كتبهم وفي رسائل حسن البنا. ولذلك قال نائب حزب الإخوان المسلمين خيرة الشاطر لما وصل الدكتور محمد مرسي للحكم، قال: لا تكفينا سيادة مصر، نحن نريد سيادة العالم. ومثل ذلك قال الغنوشي كفانا الله شره، قال: الدور جاي على السعودية. نقول: الله يجعل كيدك في نحرك آمين. والسعودية حرسها الله سبحانه وتعالى، وهي أقوى بالشريعة تطبيقا من أحزاب الإسلام السياسي ومحاكمها شرعية. وحزبكم الذي كان يستفتح على المسلمين بالخلافة الإسلامية غير جلده وصار حزبا علمانيا، لأنه وصل إلى السلطة بنصرة اليهود والأمريكان، فقالوا: الحرية قبل الشريعة، هكذا يقولون. وقال الغنوشي: لن نلغي علمانية أبو رقيبة، بل سنبقيها وسنبقي الحداثة التي بدأها أبو رقيبة. وهكذا، لماذا؟ لأن هؤلاء وصلوا من خلال اليهود المتنفذين في الإدارة الأمريكية، وهذا تدرج بهم من أساس كيان حزب الإخوان المسلمين السياسي، فإنه ابتدأ علاقته بالسفارة البريطانية، وكان حسن البنا يقبض أموالا من السفارة البريطانية، وبدأ الإخوان المسلمون في العصر الحديث بزيارة وإجابة دعوات أمريكية من السفارة الأمريكية لحضور حفلات الكريسماس، ومن ثم تتابعت العلاقة حتى تهيأ لهم اللقاء مع ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وهو صهيوني، يعني ليس من نصارى أمريكا. ثم بعد ذلك صاروا يعطون إشارات الرضا والتطمين لليهود ولأمريكا في تعطيل الشريعة، فأين الخلافة التي ينتظرها المسلمون منهم، التي كانت شعارا لهم طوال 70 عاما؟ فماذا قالوا؟ قال الكتاتني وهو من قيادات حزب الإخوان، قال: الإخوان المسلمون يحترمون اتفاقية كام ديفيد، وقالوا: لن نقيم دولة دينية، وقالوا: الحرية قبل الشريعة، قالوا: أيضا يجوز للقبط أن يلي أمر مصر، وخالفوا بذلك إجماع المسلمين، فمن شروط ولي الأمر أن يكون حاكما مسلما، وإن تعجب فعجب تكفيرهم لحكام المسلمين. ثم بعد ذلك يزعمون أنه يجوز للقبط أن يلي مصر، وهذا شيء ما كان يحلم به النصارى الذين لا يتجاوز عددهم في مصر 3% أو 4%. نحن لا نجيز ما يفعله المتطرفون من الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرماتهم، بل نقول: هم متعايشون من أيام الخلافة الإسلامية، من أيام الصحابة، من أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولكن هنا حرب إقليمية دولية
على الإسلام باسم الإرهاب. الآن القاعدة، انظروا إلى فراسة ابن عثيمين فيهم، قال الجهاد إذا قام به أفراد وعصابات قال يؤول بعد ذلك إلى شر في فوضى، يؤول إلى إراقة دماء بعضهم بعضا، وهذا ما نشاهده جميعا. التبليغ يقولون نحن لا نمارس السياسة، وعندهم بيعة وعندهم جماعة، وهل هذه إلا هي السياسة؟ فإن عمر رضي الله عنه قال لا، قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وأما نسبة أبي محمد المقدسي إلى السلفية فالسلفية منه براء، هو تتلمذ على محمد بن سرور زين العابدين وهو قطبي، ثم بعد ذلك اختلف معه وأخذ يأخذ من مقالات أئمة الدعوة كالشيخ بن عتيق والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد بن إبراهيم، ويرهمها مع كلام سيد قطب في تكفير الدولة السعودية، مع أن بن حميد والمفتي محمد بن إبراهيم وبن عتيق كلهم يرون أن الدولة السعودية تحكم بالشريعة وأن لها السمع والطاعة. ماشي، جزاك الله خير، إن شاء الله الأخوة يتمون بعد ذلك. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.